بإذن الله. آخر خبر، ده آخر خبر عندنا. محمد زين لاعب النادي الأهلي تعرض لخطف أو سرقة، قتل، يعني كل حاجة. هنقول كل حاجة عن الولد. الولد كان سايق عربيته ووصل لغاية بيته، فرق 800 متر بينه وبين بيته، ودخل عليه حوالي 12 13 واحد، خناقة مش عارفين الأسباب. الأسباب عايزين يسرقوا العربية، مش للدرجة دي وصلت، مش للمرحلة دي، مش المرحلة دي ان واحد لوحده واقف في وسط زي يقولوا الشارع بتاعه ونتفرج عليه. خلينا نروح لكابتن محمد زين نطمن عليه ونشوف ايه اللي حصل معاه. كابتن محمد مساء الخير. كابتن محمد اعتقد الاتصال، يعني حاولوا تجيبوه تاني، لكن فعلا ايه اللي حصل؟ يعني ولد 18 سنة لوحده سايق عربيته وبيخش عليه اكتر من 12 13 واحد عشان ياخدوا منه عربية. يا اخي زي ما احنا شايفين قدامنا في الشاشة الصورة، يعني غير دليل، ما ينفعش. ايه اللي بيحصل؟ وفي الاخر بسأل بابا المستشار زين، بقول له ايه اللي حصل؟ بيقول لي ان مفيش حد اتحرك ولا واحد في الشارع اتحرك، غير بعد ما الشرطة بدأت تقرب، والشرطة جت على وقت سريع، والولد دخل يحتمي في محل، والمحل قال له معلش اخرج لبره، ما ينفعش نكون كده في البلد، غلط، لازم كلنا حتى نقف مع بعض وقفة رجالة زي ما بيقولوا. لازم، ده ولد صغير مهما كان 18 سنة، لازم كنا الوقفة كانت تبقى أحسن من كده. لكن هو ما شاء الله على الولد، تصدى لوحده الولد اتقطع في إيده بسكاكين وسلاح، وقصة طويلة عريضة. الحمد لله إن هو الولد سليم، ربنا يحفظه وربنا يحميه، نتمناها ما نشوفهاش لأي حد. البلد مش بلطجة، البلد فيها قانون وفيها شرطة وفيها حاجات كتيرة وفيها رجالة كتير، لازم نقف مع بعض وقفة واحدة. أعتقد محمد زين معانا على التليفون. محمد اخبارك ايه؟ الو كابتن خالد، انا اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. احكي لنا ايه اللي حصل؟ معلش. مفيش والله، كنت جنب البيت يعني على اول شارع الشارع اللي قبل شارع بعد شارعي. كنت في عربيتي، نزل عليا، كان في الاول بالظبط كانوا اربعه خمسه. واحد كان معاه سلاح ناري، قال لي لقيتك عندي طلقه ستيل سلاح زي ما انت في العربيه، طلقه سلاح. ربنا يحفظك. ربنا يخليك. بس فقال لي وانزل بهدوء، فانا وانا نازل سحبت المفتاح معايا ونزلت اللي هو جنب البيت يعتبر. فنزلت، نزلت خبطت منهم واحد وجريت خطوتين، مفيش، لقيت جيش جاي في وشي. جيش في وشك؟ لقيت ناس كتير قوي جايه في وشي، بقيت اللي انا ما بقتش عارف انا عملت ايه، طيب حاجه. بس دخلت محل، بتاع المحل طبعا يعني طلعني تاني بيهم، بس كنت انا سبت مفتاح العربيه جوه مع حد. طلعني بيهم تاني. يعني هو قال لك ايه؟ انا عايز اعرف محمد بصراحه، يعني صاحب حد قال لك اخرج ليهم، سابك كده؟ كان عمال يشدني اللي هو يطلعني بره تاني. بره بيطلعني تاني بره، عمال يقول لهم انا محل اكل عيش، محل اكل عيش، وعمال يطلعني يشدني بيهم تاني بره. قول لي الناس اللي في الشارع عملوا ايه؟ معلش يعني عايز اعرف. العمرانيه زحمه يعني؟ كان الساعة 10 الكلام ده، اللي هو في عز الزحمة، وكان في قهوة. يعني كان في قهوة، كان في متهيألي في نفس الميعاد ده كان في ماتش، فكان في عدد كبير، بس هو كله كان واقف خايف. شايف يعني شايف 13 15 واحد كله على واحد، وكل الناس خايفة. وكل واحد ماسك بقى، اللي ماسك سيف، ماسك سطور، يعني كلهم، كل واحد كان ماسك سلاح. ربنا يحميك يا محمد بجد، يعني كويس الحمد لله اللي انت بتتكلم معانا دلوقتي، الحمد لله. قول لي، انا عرفت ان هم قبضوا على كذا واحد، الكلام ده مظبوط؟ هم قبضوا، بعديها اصلا هم كانوا عايزين يطلعوني الكوباس، يعني هم كانوا شايلين العربيه خلاص، عايز يطلعوني الكوباس ياخدوني معاهم. بس قعدت اقاوم شويه، لحد ما في الاخر كان في يعني وصلوا، يعني كان في اطفال صغيرين دخلوا قالوا للناس عندنا هنا في المنطقه محمد زين بره، يعني هم كانوا في سمع. بس فالناس جت اللي هو يعني صحابي كده جم، كان والدي نزل. طبعا استشار زين. بس الف سلامه يا محمد. الف سلامه، ربنا يحميك. خدوا بعض منهم يعني الحمد لله. الف سلامه عليك. قول لي الدكاتره قالت لك ايه المرحله اللي جايه؟ هتنزل الملعب امتى باذن الله؟ هو ان شاء الله باذن الله. هم قالوا لي شهر ونص، عشان الخطه انا في الوتر اتقطع في الجيت الشمال. فالمفروض ان هي هتقعد، قالوا لي ثلاث اسابيع كده لسه، وثلاث اسابيع تاني تاهيل. بس قبل شهر ونص ان شاء الله تبقى خير باذن الله. وبقيت الحاجات بسيطه كده، مات في العين، في الجسم، في عظمه، في عظمه في مراكبي اتكسرت بس، والفك كله يعني في شرخ السنه كده بس.
الف سلام محمد، الف مليون سلامه عليك وعلى رايك. يعني جت بسيطه الحمد لله، انت بقولك بتتكلم معانا يعني، بس يعني بقول لك يعني كله عند ربنا الحمد لله، لكن ان شاء الله القانون ياخد مجراه وباذن الله يعني نشوف فيهم قرار رادع والقانون ياخد مجراه مع المجرمين اللي عملوا معاك كده. الف مليون سلام عليك، وان شاء الله ترجع لنا في وقت قريب باذن الله للملاعب. شكرا محمد زين.